وعبر الهاتف ينضم معنا مراسل التغيير جاسم الهميم. أهلا بك جاسم. ويعني في أول رحلة تحط في مطار كربلاء الدولي اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى محافظة كربلاء وتحديدا إلى مطارها الدولي، فضعنا في تفاصيل هذه الزيارة. اهلا وسهلا بكم. بالحقيقه نعم، كانت اليوم زياره للسيد اجل السوداني داخل محافظه كربلاء لافتتاح بعض المشاريع وايضا وضع حجر الاساس للمشاريع الجديده داخل محافظه كربلاء. كان من ضمنها اول زياره هي لمطار محافظه كربلاء اثناء على الجهود، وايضا وجه بان تكون هناك متابعه مستمره واجتماعات دوريه للوقوف على اخر تطورات انشاء مطار محافظه كربلاء، كون من المطارات المهمه جدا والتي سوف تفتح واجهه جديده للعراق داخل محافظة كربلاء، لما له من أهمية كبيرة في استقبال الزيارات المليونية وأن يدخل الخدمة بالوقت العاجل. إضافة إلى ذلك كانت هناك افتتاح محطات لإنشاء الطاقة الكهربائية ومن ضمنها الطاقة الشمسية داخل محافظة كربلاء التي بتعد 300 ميجا وات داخل هذه المدينة. إضافة إلى ذلك وضع الحجر الأساس لمحطة طاقة كربلاء الثانوية التحويلية. هذه من المحطات المهمة اللي كانت بإشراف وزير الكهرباء، وأيضا سوف تكون هناك عمل مضني وجاري ومتابعة مستمرة لأن تكون هذه المحطة ضمن شروط المتبعة لإنجاز هذه المحطة وبنائها بشكل سريع جدا وضمن الآلية التي وضعت وضمن الخطة الزمنية لإنشاء هذه المحطة داخل محافظة كربلاء. حقيقة اليوم زيارة السودان إلى محافظة كربلاء كانت مهمة جدا لمتابعة أيضا سير عملية زيارة الأربعين ووضع كافة الإجراءات وأيضا متابعة الخطط التي وضعت من الجوانب الأمنية والصحية والخدمية داخل محافظة كربلاء أن تكون كربلاء مدينة جاهزة لاستقبال حشود الملايين من مختلف المحافظات العراقية، خصوصا ونحن بصدد أن تكون كربلاء مستعدة لاستقبال أكثر من 6 ملايين زائر من خارج العراق سوف يكونون في محافظة كربلاء. ويعني هذه قد تكون خطوة كبيرة جدا تجاه هذه المدينة كونها ازدادت أعداد الزائرين وال يعني الذين أتموا تأشيرات الدخول. نعم نعم كل الشكر لك مراسل التغيير جاسم الهميم.